بهيدا الفيديو بدنا نحكي عن التيريركتور. التيريركتور طريقة توصيله تشبه المينيوتري، ولكن اللي بيفرق عن المينيوتري انه المينيوتري بيكون بقلبه ساعة، ولكن التيريركتور ما بيكون بقلبه ساعة، بيشتغل بطريقة ميكانيك. مثل ما شايفين هون عندي البوتون بوسوار واللمبة التيريركتور، والتيريركتور مثل ما مبين عندي هون في عنده بوبين وعنده المفتاح، بس يوصل كهرباء على البوبين بيسكر المفتاح، ولكن ما بيرجع بيفتح المفتاح إلا لأرجع اكبس عن جديد على الكبسة. يعني مثل ما شايفين عندي فاز رايح على الكبسة، هيدا الفاز بس اكبس الكبسة انا بيروح الفاز وبيوصل على اجر البوبين، واجر البوبين وصل لها ناتر، فساعتها هذه البوبين بيوصل لها كهرباء من الجهتين، بتشغل المفتاح بتسكر المفتاح، وساعتها بصير الفاز واصل على اللمبة والنات واصل على الاجر الثاني من اللمبة، فهاللمبة بتدور. ومثل ما قلنا انه هاو اللمبات كلهم بارلل، فساعتها كلهم بدوروا، وهاو المفاتيح هني بارلل كلهم بدوروا، كلهم بيشتغلوا نفس الشغل. طيب كيف بوقف؟ بس ارجع اكبس مرة تاني على الكبسة، حيلا كبسة من الكبسة، اللي بيصير انه هيدا المفتاح بيفصل وبيبطل واصل للبوبين فاز، بيبطل واصل لللمبة فاز، بتبطل الدور. عندي كذا نوع بقدر لقيهم من التيريركتور اللي هن اشكالهم بهيدا الشكل، ومثل ما قلنا الفاز الاحمر والناتور والرتور بصلهم بنفس الطريقة. في عندي شكل تاني لل تيريركتور، هو هذا المشكل المربع وطريقة توصيله بهيدا الشكل. طريقة توصيله هون بيكون عندي 220 وحط ديجونتور، بس نزل الديجونتور ببطل واصل 220، بس على الديجونتور هيك بصير يقدر يمرق الكهرباء 220. مثل ما شايفين الأحمر هو الفاز اللي موصول على الكبسات، والرتور من الكبسات موصول على إجر البوبين. الأزرق هو الناتر اللي موصول على اجر البوبين، ومن هون بيكون في عنده مفتاح داخلي بيوصل ناتر على اللمبات، والرتور اللمبات واصلين على هذا البرغي، وهيدي هي تير الارضي. بستعمله للتيريركتور اذا بدي استعمل كذا كبسة، وما بدي اشتري تبعول الدبل دايركشن والتريبل دايركشن، لانه بس يكتروا الكبسات بيصير سعر الكبسات كتير غالي، ففضل استعمل تيريركتور. ولهون بنكون خلصنا درس تيريركتور.